السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تتبعي قناة المرأة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. يوم نهار العيد، مبروك العيد، تعيدوا بالصحة والهنا شما كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم. كنترجو الله نكونوا قبل من الصيام والقيام، نكونوا من الفائزين بالجنة والمعتوقين من النار يا ربي آمين. بغيت نشارك معكم طبلة العيد ديالي، هي اللي هي بسيطة فيها كل شيء، رائعة، ثمن قليل، كل شيء كنعدلناه بيدنا، مشلنا حتى حاجة. هو هذا الشفنج سبق لي عملت فيديو ديالو، وهادو الريفات معسلين، هذا عملتهم فهاد الصباح، هما الشفنج لي رائعين كرملين، تا هما راه عاملة فيديو ديالهم قبل. هادو غريبات عاد غنزل فيديو ديالهم، هادي غريبية ديال الزبدة راه عملت فيديو ديالها تا هي. هادي الحلوة اللي قلتلكم بالبرتقال، هذا هو الصابلي، هادي الحلوة ديال الكاوكاو، وهاد الكيكة تا هي راه عندي في الفيديو، هي الكيكة السحرية اللي عرفتو الاسم ديالها. هادي تا هما هادشي كلشي عملتو معاكم. دابا غنشارك معكم طبلة العيد ديالي، هي متسولة ومزيونة ورائعة وماشي ثمن غالي، كلشي معدله بيدي. دابا مبقى لي إلا نودعكم مبروك العيد ثانيا، تعيدوا بالصحة والهنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.